السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه ناتشورال ريدر. لو انت عندك اي نص، اي رسالة، اي كتاب عايز بدل ما تقراه تسمعه، فانت بس تاخد التكست كوبي بيست، تبدأ ان هو يسمحولك. وهو بيدعم لغات كتيرة جدا زي ما انت شايف، وممكن تختار مين الشخص اللي هيقرا لك الحاجة A ديت. gentle melancholy. تمام، في اصوات كتيرة جدا موجودة، وهو فري. ودي في حتى الآن 10 مليون يوزر بيستخدموه. هو معتمد على ال LLM اللي هو Large Language Model، وبيدعم زي ما انت شايف لغات كتيرة متنوعة. وممكن ترفع له ملف PDF أو ملف Word ويبدأ إن هو يقراه لك. بيقرا صيغ كتيرة جدا، ودي أمثلة بقى. ممكن تقول له أنا عايز تقراها لك بشكل حزين أو بشكل فريندلي، فيبدأ ان هو يقرأ لك نفس النص بأكتر من طريقة. They say when you were missing someone that they are probably feeling the same, but I. هو نفس النص بيقرأه بأكتر من طريقة حسب الصياغة اللي انت عايزها. فتقدر تختار اللغة اللي انت عايزها. لو عندك حاجة بالعربي، في ليس ممكن يقرأ لك سلمى صلاح من اليمن حسب اللهجة اللي انت عايزها. يعني في مثلا هو من مصر. تمام، بيرسونال يوز. تمام، اه الكلام اهوت، وتبدأ تحط الكلام انت عايزه وتبدأ ان انت تسمعه. وفي ابلكيشن تقدر ان انت قم تسيطر. بسحب وإفلات ملفاتك أو اكتب النص والصقه وقم بتحريره هنا. طبعا لو انت عايز حاجة مظبوطة قوي، ممكن تروح لموقع مثلا يعمل لك شكلني، يبدأ يديك تشكيل، فده بيدي لك قوة. تقدر تسطبه على الموبايل او تقدر تسطبه على الويندوز. فلو انت بتحب تسمع اكتر ما تقرأ، هو هيحول لك كل الكتب او كل النص اللي عندك لصوت بجودة عالية. هو حتى الآن مطلبش مني فلوس، فان شاء الله يكون في هنا ابجريد. تعال نشوف لو انت عايز تبقى الابجريد بكام. تمام، بيقول لك ب$9 في الشهر، ده البلس في البريميوم. هتقدر تشوف، بس انا لغاية دلوقتي من الاستخدام بتاعي ما طلبش مني فلوس. فان شاء الله هيعجبكم الموقع ده.